مرت على انطلاق أول رحلة للبراق، القطار فائق السرعة الذي يربط بين الدار البيضاء وطنجة أكبر قطبين اقتصاديين للمملكة، مشروع ضخم بحصيلة متميزة بلغ فيها عدد المسافرين أزيد من 2 مليون شخص، جميعهم شهدوا على خدمات جيدة بتدبير تقني وإداري مغربي جيد. طبيعة الحال السنية ديال الدار البيضاء مراكش والتسليت ديال القنيطرة الرباط والمحطات الكبرى، فالحاصلة من بعد سنة ديال التشغيل اللي يمكننا نقوله هو أنه في سنة 2019 من يناير إلى ديسمبر فالعدد المسافرين قد يبلغ تعداد الملايين ديال, ديال, ديال المسافرين. نسبة ديال انتظام قطار البراق هو 97%، كذلك نسبة الرضاد الزبناء هو 92%، كذلك أن هناك تعريفة مرنة اللي في المتناول ديال جل الشرائح المغربية. البراق وكبه بناء محطات أصبحت معالم عمرانية عصرية بمواصفات راقية بكل المدن التي ينطلق أو يمر منها، وتأتي هذه الإنجازات مواكبة للتنمية الكبرى والثابتة التي يشهدها القطاع ولتحسين الراحة على متن القطارات واستيعاب التدفقات الكبيرة لحركة السير وتقليص زمن الرحلات. ملي كتشوفوا دابا اش كاين، المغاربة كيمشيو للمتاحف، كيمشيو لليو ديكسبوزيسيون، كتقول الحمد لله. وهادشي كيدير واحد الجواب نتاع صاحب الجلالة اللي قال لك كيخصك الفن والثقافة يكون كل مغربي يكون عنده يوصل الثقافة. هي إذن الذكرى الأولى لتشغيل القطار فائق السرعة، تم خلالها عرض حصيلة إنجازات هذه الأيقونة الجديدة للعرض السككي الذي يبقى هو الأول من نوعه عربيا وإفريقيا. الحصيلة يعتبرها المكتب الوطني للسكك الحديدية إيجابية باعتبار البراق قاطرة حقيقية لمرحلة جديدة أحدثت نقلة نوعية في تجويد الخدمات السككية.